معرضة لإصابة فيروس كورونا مثلها مثل أي فرد بالمجتمع، ولكن في أكثر من 50% تكون الأعراض شديدة، مما يؤدي إلى الرجود في المشفى أو العناية المركزة، أو قد يؤدي إلى الولادة المبكرة. تستطيع المرأة الحامل حماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا بالالتزام بنفس الإجراءات الوقائية، وأهم إجراء من إجراءات الوقاية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا. طبعاً اللقاح آمن أثناء الحمل وأثناء الرضاعة، اللقاح آمن للأم وللمولود، وتستطيع الأم أخذ اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل، في الثلاثة الأشهر الأولى، في الثلاثة الأشهر الوسطى، والثلاثة الأشهر الأخيرة. كما تستطيع الأم المرضعة المصابة بفيروس كورونا إرضاع طفلها، حيث لا ينتقل الفيروس بالرضاعة من الأم إلى الطفل، ولكن عليها الالتزام بالإجراءات الوقائية. عليها لبس الكمامة وغسل اليدين قبل الإرضاع، وعليها غسل منطقة الثدي.